بسم الله الرحمن الرحيم. أيتها الأخوات، أيها الإخوة، يسعد الإنسان بأن يرى هذا الجمع الكبير وهذه الوجوه الوطنية البارزة في مجتمع البحرين، وأن يستمع أيضا إلى القائمة الطويلة من جمعيات المجتمع المدني المناصرة لهذه المبادرة. ونتقدم بالشكر الجزيل للإخوة في هذه الجمعية لتقديم هذه المبادرة على مستوى البحرين. أنا لا أريد أن أكرر بعض ما قيل، ولذلك أريد بعد ذلك بعد بضع كلمات أن نركز على القضايا العملية البحتة التي أريد أن أذكرها، وأعتقد أنها أصبحت ضرورية جدا. أنا أولا أريد أن أبين أن من مآسي الوضع العربي الحالي ومن صدف القدر العجيبة أنه في الوقت الذي تتخلى الكثير من المؤسسات المجتمعات المدنية في العالم عن تعاضدها ووقوفها مع الكيان الصهيوني، بل ويتخلى الكثير من يهود العالم عن مناصرتهم ووقوفهم مع هذا الكيان، ويعتبروه كيانا استعماريا استيطانيا، ويعتبروه مماثلا تماما لحركة الأبرتايد في الجنوب الإفريقي. وأنا لدي صديق يقول: أنت لا تصدق العدد المتزايد من شباب اليهود الأمريكي الذين بدأوا بالفعل يتخلون عن الدعم، عن دعمهم لهذا الكيان، وبدأوا ينادونه بعدم وقوف أمريكا مع هذا الكيان. في هذا الوقت الذي تتعالى فيه مثل هذه الأصوات ويراجع العالم مواقفه السابقة، نجد أن لدينا حكومات عربية وأنظمة عربية وبعض شخصيات عربية وبعض جمعيات عربية وبعض فنانين وبعض رياضيين إلى آخره يتراجعون عن الموقف القومي الإنساني تجاه هذه القضية. النقطة الثانية، الشيء المحير هو أن التطبيع أصبح فيضان مجنون، ما عاد يعني بين الحين والآخر كما كان في الماضي، كل سنتين كل ثلاثة تسمع عن ارتباط أو هذه. الآن أصبح فيضانا مجنونا، وأصبح بالفعل وباء ينتقل من دولة إلى دولة، من شخص إلى شخص، من مؤسسة إلى مؤسسة. لا توجد على الإطلاق في الوقت الحاضر لا ضوابط ولا تفسيرات ولا تعليقات. لاحظوا أنتم، لاحظوا أن أن الكيان الصهيوني تصدر منه بين الحين والآخر بأن فلان سيزور البلد الفلاني، أو فلان سيتصل، أو فلان سيجتمع، لكن لا تسمع ردا من الجهة التي يقال أنها ستزار أو أن أحدا سيجتمع معها. هذا السكون المريب وحده كافي أن يجعلنا نعتقد بأن هناك فعلا مؤامرة حقيقية على القضية الفلسطينية. إذن هناك سرية شبه مطلقة، وهذا يعني السرية عادة تعني احتقار للشعوب. ونحن، أنا كتبت عدة مرات أقول إذا كان لدى هذه الحكومات التي تريد التطبيع قليل من الحياة فلتطرح التطبيع على الاستفتاء، ولترى إن كانت شعوبها، أغلب شعوبها، أغلب أفراد شعوبها يريدون هذا التطبيع أم لا. أما أن قرار تاريخي من هذا النوع يتخذ من قبل 10 أو 15 شخص أو كذا أو إلى آخره، أو في السر، هذا شيء يعني غريب وفعلا يعني احتقار حقيقي للشعوب العربية. الآن السؤال بالنسبة إلى حكومات المطبعة والتي تريد التطبيع، هل هذا موضوع قابل للأخذ والرد حقيقة؟ حتى بين حين والآخر يقولوا أنتم لا تفهمون الموضوع وأنتم رومانسيين وإلى آخره ونحن الفصمة. أم هو موضوع وجودي؟ أنا كثير من الأوقات أفكر
هؤلاء المسؤولين عندما يذهبون إلى فراشهم هل يطرحون على أنفسهم أسئلة محددة تتعلق بالالتزام القومي والالتزام العروبي والالتزام الديني تجاه هذا الموضوع؟ ألا يرون أن قيام الكيان الصهيوني هو سرقة لجزء من وطنهم العربي الكبير إذا كانوا يؤمنون بذلك؟ قد لا يؤمنون. ألا يرونه تشريد شعب اللي هو جزء من أمتهم العربية؟ أم أنهم تخلوا عن الوطن العربي من جهة وعن الأمة العربية من جهة ثانية؟ ثم ألا يسمعون بأن الآن الكيان الصهيوني أصبح يتكلم عن وطن يهودي، ما عاد يقبل حتى الوجود الفلسطيني في داخل الأرض التي احتلها؟ هذا لا يحرك فيهم ساكن على الإطلاق. طيب ألا يسمعون يوميا أنين الأطفال، النساء، الشيوخ، قلع الأشجار، احتلال مزيد من الأرض، قتل، سجن، ما يشوفون هذا كله في لا تحرك ذلك عندهم ساكنا على الإطلاق؟ خلينا نأخذ من الجانب الإنساني البحث، لا يحرك فيهم هذا الشيء وينتقلون من نحن لا نريد منهم حتى أن يحاربوا هذا الكيان، بس نريد منهم وعيب عليهم أن يطبعوا معه وأن يضعوا يد. هذه اليد التي تصافع رجل مثل نتنياهو، يد ملطخة بدماء الألوف من الشعب الفلسطيني، تصافحه يد عربية وتقول أنها تصافحه لأسباب سياسية وأن هناك مبررات وإلى آخره. إذن نحن أمام أناس غريبين وعجيبين. الكلام عن التكنولوجيا والتقدم الصهيوني، يعني هذا العالم كله ما في تكنولوجيا نستطيع أن نشتريها من كل العالم إلا الكيان الصهيوني اللي عنده هذا الشيء. الاستثمارات، ما في استثمارات إلا من الكيان الصهيوني. الآن نأتي إلى القضية التي يطرحونها، نحن لدينا مشاكل مع إيران، هذا صحيح، لكن الجواب على حل هذه المشاكل بأن أنت تضع يدك في إيد عدو صهيوني وعدو تاريخي، لا يستطيع أن يفهم الإنسان ذلك. هل هذا، أليس هذا دليل على أن بناء الندية العربية يحتاج إلى أن الدول العربية تحرك الجامعة العربية، تحرك مجلس التعاون الخليجي، تحرك مجلس المغاربي إلى آخره، وتبدأ بخطوات توحيدية بدلا من أن يقوموا بذلك لبناء ندية مش بس أمام إيران، أمام تركيا، أمام كثير من الدول المنطقة، وأمام الدولة الاستعمارية الحقيرة التي تحتقرهم يوميا اللي هي الولايات المتحدة الأمريكية. يا أخي الإنسان لا يستطيع أن يفهم، إلى اليوم يتكلمون عن الولايات المتحدة الأمريكية وأنه الحلف، الآن يتكلمون عن حلف مع الولايات المتحدة الأمريكية، ومنذ شهرين ثلاثة اتخذ قرار بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس، واعتبار القدس هي عاصمة أبدية، وإسقاط تاريخ طويل من تاريخ الأمة العربية. مع ذلك لا يتحرك فيهم شيء. من قبل بضعة شهور كان هذا الرجل المجنون المعتوه يتكلم عن أنه عنده فلوس كثيرة ولازم نأخذها، يتكلم عن أنه نحن راح نحاسبهم في المحاكم الأمريكية، يتكلم عن أشياء كثيرة. ألا يرون الحركة الصهيونية الإنجيلية الأمريكية اللي هي تتكلم الآن أن وجود الكيان الصهيوني هو قضية دينية، لا بد من وجود هذا الكيان حتى نصل يوم من الأيام أنه بعد أن يتكون هذا الكيان تأتي معركة مجنون الشهيرة وتسيل الدماء وينزل المسيح من أجل إنقاذ هذا العالم؟ الذي أريد أن أفهمه أنا، هؤلاء المسؤولين العرب هل يقرؤون؟ هل يتابعون؟ هل يعرفون التاريخ؟ هل يسمعون كل هذه؟ هل يسمعون أنات الناس؟ يعني يحتار الإنسان في هذا الوضع الغريب الذي يواجهه يوميا. الآن نأتي إلى النقطة الأساسية، هذه المبادرة يجب أن تكون خطوة نحو إيجاد تيار وكيان متناغم متعاون متساند عبر الوطن العربي كله. المحاولات على المستوى الوطني لا تكفي إطلاقا، وعليه فإننا نرجو من هذه الجمعية
أن تبدأ بالمشاورات وبالاتصالات مع الجمعيات المناهضة التطبيع الأخرى الموجودة في الوطن العربي، وإذا ما موجودة في أي مكان من يمثلها، ومع جمعيات وأحزاب أخرى. لا بد من بناء كتلة كبيرة ضد هذا التطبيع. هاي ناحية. الناحية الثانية قلناها ونقولها، لا بد من إيجاد خطوة تؤدي إلى أن 10 إلى 15 إلى 20 مليون عربي يمضون على وثيقة تنشر في جميع وسائل التواصل الاجتماعي تنادي بإسقاط التطبيع وبالرفض التام الكامل. مش 100 ألف، مش 200 ألف، نحن نتكلم عن عدة ملايين. عندما يتم هذا التجمع، هذا التجمع يجب أن يقوم بذلك. الشيء الآخر، هذا التجمع يجب أن تكون عنده ماكنة متابعة، متابعة للشركات التي تبيع في الأرض العربية يفضحها أمام الناس، متابعة للدكاكين والمولات وإلى آخره التي تبيع البضاعة الصهيونية، متابعة للزيارات، تجيش على الفنان الذي يذهب، على الحقير الاستخباراتي الذي يذهب هناك ويقف ويتكلم وكأنه يتكلم عن أرض نحن أخذناها من اليهود، وليس أنه اليهود الصهاينة هم الذين أخذوها منا. أشياء كثيرة جدا. أخي أخ إبراهيم، إذا كنتم تريدون أن تتحركوا بشكل منظم بحيث أنه يقود فعلا إلى مد قومي على مستوى الوطن العربي، لأننا دعنا نكون صريحين، من قبل كنا نرى حكومة هنا وحكومة هناك تطبع، اليوم نشعر بأنه بعد هذه الحكومات التي طبعت ستتبعها حكومات وحكومات وحكومات. أمام هذا الموقف الرسمي العجيب الغريب المحير، لا بد للشعب العربي، الشعوب العربية عبر الوطن العربي كله أن يفعلوا ذلك. هناك خطوات عملية كثيرة جدا لا يمكن الدخول فيها، ولكن أعتقد أنه آن الأوان أن لا نشجب فقط، أن لا نشجب فقط، وأن لا نتكلم عن الجوانب النظرية، وننتقل إلى خطوات عملية نحركها في الأرض العربية كلها. وأنا أعرف جازما بأن هناك أناس في العديد من البلاد العربية المستعدون أن يتعاونوا معكم ومع الإخوة في الخليج العربي، لأن المشكلة الآن أصبح الخليج العربي هو في مقدمة مع الأسف المطبعين والمنادين وإلى آخره بالمشروع الصهيوني الأمريكي. شكرا لكم ولحضوركم المتميز، والسلام عليكم.